بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. سيدي يا رسول الله، أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوضري، أنت هاد وصفي يا إمام الأنبياء. أرسل الله مولانا إلينا رحمة، فقال الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمته صلى الله عليه وآله شملت جميع الناس، مسلمين وغير مسلمين. فرحمته صلى الله عليه وآله موجودة، ولكن رحمته تضاعفت بعد البعثة. فكان صلى الله عليه وآله يفيض رحمة، فمن رحمته صلى الله عليه وآله دعاؤه لأمته في كل صلاة، كما عند ابن ماجة في السنن من حديث سيدتنا عائشة قالت: دخل علي رسول الله يوما فرأيت في وجهه السرور، وكان صلى الله عليه وآله إذا سر استنار وجهه. فقالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها. تقول: فضحكت حتى سقط رأسي في حجره الشريف. فقال لها: يا عائشة، أيسرك ذلك؟ قالت: نعم يا رسول الله، دعوت الله لي بخيري الدنيا والآخرة. فنظر إليها مولانا رسول الله وقال لها: يا عائشة، والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. فلما جبر رسول الله بخاطرنا، جبر الله تبارك وتعالى بخاطره. فيوم أن عاد صلى الله عليه وآله من الطائف، وقد هاجمه أهل الطائف ورموه بالحجارة وحدث ما حدث، فنام رسول الله ليلته بعدما رفع الدعاء إلى الله: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. وإذا به يأتيه أمين الوحي سيدنا جبريل، فإذا بسيدنا النبي يسأله: ما الخطب يا جبريل؟ قال له: جئت لأجبر بخاطرك كما جبرت بخاطر العالمين. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله جبر الله بخاطره، فحمله الله تبارك وتعالى على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى. فرسول الله علمنا جبر الخاطر، فعلمنا سيدنا النبي أنك لو جبرت بخاطر آدمي فلك عند الله درجة، ولو جبرت بخاطر حيوان فلك عند الله درجة، كما عند الإمام البخاري حديث المرأة التي سقت الكلب، فلما سقت الكلب غفر الله لها.